الجنرال أحمد شبير أمام محكمة الاستئناف العسكرية، وتم سماعه كشاهد في جلسة علنية على خلفية تصريحاته ضمن برنامج تلفزي. أقواله اليوم كانت متناقضة مع ما صرح به تلفزيا، واعتبر تراجعا في التصريحات وفق محامي شقي الدفاع. خلال جلسة صباحية وأخرى مسائية، تم سماع شهادة الجنرال أحمد شبير على خلفية تصريحاته ضمن البرنامج التلفزي لمن يجرؤ فقط. أحمد شبير قال إن تصريحاته كانت مجرد استنتاجات شخصية، ما اعتبره محامو شقي الدفاع تراجعا في أقواله. بالضبط، قال الأمن كان مخترق من طرف جهات أجنبية، وقال اللي قاعة العمليات كان ثم قاعة عمليات موازية، وقال اللي هذه الثورة لم تكن ثورة وإنما كانت مؤامرة، وأنه بن علي لم يهرب وإنما تم إبعاده، وقال أخطر من هذا، قال أنه بن علي لم يعطي أي تعليمات بإطلاق النار. جاء اليوم في قاعة الجلسة وقال اللي هو في البرنامج تعرض إلى ضغط، واللي هو تعرض إلى استفزاز من طرف المقدم، واللي هو ما يقصد حد شيء، واللي كلامه هذا كله استنتاجات وآراء شخصية لا يحاسب عليها. اليوم أكد على أن التعليمات بعدم إطلاق النار من قبل رئيس الجمهورية كانت فقط للجيش، باعتباره أنه هو كان أمير لواء وكان في المؤسسة العسكرية، وهنا حدد في تصريحه اللي هو عكس ما تم يعني عدم تحديده في على ضوء ما صرح به أمام القنوات التلفزية. تصريحات اعتبرها محامو القائمين بالحق الشخصي محاولات للتشويش على قضية شهداء وجرحى الثورة. هاك شفت اليوم أحمد شبير حتى تصريحاته اللي قالها إعلاميين، واللي قالوا أنه بن علي ما عطاش التعليمات بإطلاق النار، ضر وأنه التعليمات هذيك لم تعطى إلا للجيش. يعني الجيش ما جاتوش تعليمات بإطلاق النار، ولكن أعتقد ما نحبش نستبق الأحداث وما نحبش نستبق حكم المحكمة. أعتقد كي تقراوا كافة مظروفة ملف تو تشموا ريحة إطلاق التعليمات وإطلاق الرصاص على المتظاهرين وخطة أمنية متكاملة لاستهداف المتظاهرين بالنار، واليوم أحمد شبير قالها في بعض تصريحاته. كيف جاي يتكلم في التلفزة نساش قال عن السيد قاضي التحقيق، يقول لكم سي برودي ولا يجبد حتى لونتين تاعو يجبد من فوق، ما يعرفش لونتين هذاك راهو عنده تجاذبات باش تصير هنا كبيرة أخرى. اليوم يلقى روحه قدام هالصعوبات اللي كونها الروحه، ما لقاش مخرج. اليوم ينجم يطبقوا عليه ما يطبق على شاهد الزور. ممثل النيابة العسكرية قال إن ما صرح به أحمد شبير اليوم يتناقض تماما مع ما صرح به في برنامج تلفزي، لذلك طلب التراجع عن سماع بقية الشهود، طلب لم تستجب له المحكمة وواصلت سماع الشهود على غرار الإعلامي سمير الوافي.